مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. طبيعة وإشراقة عنوان حلقتنا اليوم، والتي نتناول فيها فيتامينا سحريا وهو فيتامين دال، وسنعرض لكم أبرز فوائد هذا الفيتامين وأهميته إضافة إلى مخاطر نقصه في الجسم، حيث أن فيتامين دال يعتبر أحد أهم الفيتامينات المسؤولة عن بناء العظام، ويعد عنصرا أساسيا لتوازن الكالسيوم في الجسم من خلال تحكمه بامتصاص هذه المادة في الأمعاء بالمشاركة مع هرمون الباراثيرويد، والذي يعمل بدوره على تطوير الهيكل العظمي، ويلعب دوراً رئيسياً في تعديل جهاز المناعة للجسم. فيتامين دال موجود في أشعة الشمس، حيث يمكن للجلد صنعه من خلال تعريض اليدين والقدمين لأشعة الشمس، وهو متوفر أيضاً في الغذاء، حيث نجده في أسماك التونة والسلمون بالإضافة للحليب وعصير البرتقال. إن نقص فيتامين دال يعد سبباً رئيسياً لمرض هشاشة العظام، وقد كشفت الدراسات الحديثة أهمية هذا الفيتامين عند إضافته للكالسيوم بالحد من هشاشة العظام التي قد تؤدي بدورها للكسور. ولهذا الفيتامين دور كبير في تخفيف أخطار الأمراض السرطانية والإصابات بأمراض القلب والكلى. أنصحك عزيزي المشاهد بمراجعة طبيبك الخاص من حين لآخر، حيث يمكن في معظم الحالات اكتشاف النقص في هذا الفيتامين من خلال الفحوصات الدورية أو عند حصول كسور أو ترقق في العظام. العديد من الناس معرضون لنقص في فيتامين دال، فالمسنين مثلاً وأصحاب البشرة الداكنة أو تلك التي لا تتعرض لأشعة الشمس معرضين بشكل مباشر لنقص هذا الفيتامين، كما أن الأطفال الذين يعانون من مرض تعقد المفاصل أو الكساح، والمرضى الذين يعانون من خلل في الامتصاص وكسل الكلى، جميع هؤلاء معرضون لنقص في فيتامين دال. وللوقاية من هذا المرض ننصح بالتعرض لأشعة الشمس من خلال كشف اليدين والساقين مرتين أسبوعياً لنحو ربع ساعة، وإضافة المأكولات الغنية بالفيتامين دال مثل الأسماك والحليب وعصير البرتقال التي تعد مفيدة جداً للوقاية من نقص هذا الفيتامين. أخرج من حلقة الجدران المغلقة والجلوس طويلاً لمشاهدة التلفزيون وتصفح الإنترنت، مارس الرياضة والركض في أشعة الشمس، تناول اللبن والحليب وعصير البرتقال الغني بفيتامين دال، وفضلها على المشروبات الغازية، تجنب العادات الصحية الخاطئة، واستعد لنظام غذائي صحيح ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.